السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم العلم تاقي على ناطق راس من عصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية النصر البطل مفتوح والإنجاز الكبير داخل مسابقة مدينة أرقانة. وشوفوا البطل ديالنا كيفاش شاد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالك في المسابقة الأخ مفتوح. السلام عليكم. أولا خويا كنشكرك أخويا عبد العيد على الزيارة، وكنشكرو المكتب المنسي لجمعية النصر على هاد المجهود الجبارة، وكنشكرو السيد الرئيس مزيان والاخ النائب ديالو الاخ يوسف والاخ مصطفى افريد اللي كيقوموا بهاد المجهودات كيدوروا على الناس. الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، تبقى داز زوين الحمد لله. الحمد لله كنشكركم على المجيء ديالكم. الحمد لله تبارك الله عليك. التوقيت اللي علمتي فيه الاخ مفتوح 11:56 و 6 ثواني 6 ثواني تبارك الله عليك. وهذه هي الحمامه ياك تبارك الله عليك، هذه هي الحمامه المعلن عند البطل ديالنا فتوح عن جمعيه النصر. مبروك. بالنسبه للحمامه شنبوره ولا كبيره الاخ فتوح؟ شنبوره. مولات العام ياك عندها شي انجاز سابق؟ عندها ديكلاراسيون ان شاء الله اول انجاز عندها، والاخوه ديالها عندهم انجازات كامله تبارك الله. شحال حمامه ديتي المسابقه؟ ديت 36. وش حاجات؟ الحمد لله جات 36 تبارك الله عليك، توفقتي مزيان. الاعلان ديالك 98% تبارك الله عليك ولا 100% الا منطقتي. شحال طلقتي؟ قلتي 36 ياك؟ 36 وجات 36 تبارك الله عليك. بالنسبه للبيديغري ديال هذه الحمامه الاخ فتوح؟ خدمنا كونسونغ الشير اللي كان زهير منزل الام ديالها ديال الاخ المعطاوي، والاب ديالها اللي دوك لاسان زهير منزل ديال الاخ يوسف ملاك. ديال يوسف ملاك تحيه ليه من هذا المنبر. تحيه ليه. تبارك الله عليك. وكاينش مجهودات في ضمن هذه المسابقه هذه؟ بريباراسيون بريباراسيون عاديه كيف كيبريباريو كاع الناس. تبارك الله. كيبقاو الحضور الحمد لله تبارك الله عليك. ناخذ الكلمه عند رئيس جمعيه النصر الاخ بوزيان خالد بوزيان، شي كلمه في حق هذا البطل فتوح اللي هز درابو ديال جمعيه ديال النصر وحقق واحد الانجاز كبير وكبير جدا. السلام عليكم ورحمه الله. مبروك خويا فتوح على هذا الانجاز، وكنشكرك على الاخ بالعيد على هذا الحضور. ديما الحمد لله ديما في المكان المناسب في الوقت المناسب. البطل مفتوح كان دائما ابطال ديال مسابقه السرعه، كان تبارك الله متوج بعد انجازات. و جمعيه النصر الحاليه اللي اول عام ليها لا جمعيه تضمن لي العام اللي فات، كان تبارك الله من احد الابطال، وكنهنئو بهذا الانجاز ومبروك عليه. مبروك عليه داخل جمعيه جمعيه النصر وداخل العصبه الدار البيضاء الثقافيه. تبارك الله عليك. كنشكرهم على حسن الانضباط وكنتمناو ليه مسيره موفقه ان شاء الله. الحمد لله. حتى هي جمعيه ديال النصر جمعيه كبيره جمعية ولو اول موسم ديالها، المهم ظهور مشرف لهذه الجمعيه. وناخذ الكلمه عند الاخ افريد، شي كلمه في حق البطل ديالنا فتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الاخ بالعيد مره اخرى عاوتاني، وكنقول الاخ مفتوح الف مبروك الف مبروك على هذا الانجاز في مدينه أرقانة. وكنشكر الطاقم ديال جمعيه النصر وكذلك عصبه الدار البيضاء، وكنقول لي الف مبروك الف مبروك لانه مولو يستاهل حقق انجازات في مرحله السرعه وكذلك في المتوسط. الحمد لله الامور غادا عندهم مزيانه، الله يسخر ليه. كذلك السلاله الزوينه يعني اللي مولع منا، الله يسخر ليه. الله عليك. الله يسخر ليه ومبروك عليك مره ثانيه، شرفتي الجمعيه وايضا المراتب الجيده ضمن هذه المسابقه ديال مسابقه أرقانة. تبارك الله عليك. ناخذ الكلمه عند الاخ يوسف ابو سميه، توا شي كلمه بحق البطل ديالنا مفتوح اللي ظهر بظهور مشرف ضمن هذه المسابقه ديال أرقانة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاخ بالعيد كما جرت العاده، وما علينا الا نهنئوا هذا البطل الكبير ومن احد الابطال والمنافسين الاقوياء داخل جمعيه النصر، انه كان كيتنافس بقوه في المرحله السابقه اللي هي مرحله الفيتاس، وباقي الحمد لله في الدومي فون كيتنافس بقوه مع الابطال اللي كاينين فيها، وديما كيحقق مراتب يعني مشرفه ومراتب تخولي باش يبقى ديما الحمد لله في المنافسه. وكما هو معلوم الاسم ديال اخوان مفتوح راه معروف، يعني في ذاك العام كانت جمعيه ديال تيتم الليل، والعام اللي قبل حقق انجازات كبيره تبارك الله، وهذا العام حقق انجازات كبيره في جمعيه النصر. ونتمنوا ليه المزيد من التالق ان شاء الله عز وجل، ومن المزيد من العطاء في باقي المسابقات ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ فتوح كاين شي بريباراسيون بالنسبه للمسابقه الماجيه؟ ان شاء الله بريباراسيون عاديه كيف ما مولفي كنبريباري ان شاء الله، وكنتمنوا من الله الخير والله يسخر الجميع. كيفاش كتشوف جمعيه ديال النصر في هذا الموسم هذا؟ الحمد لله المسابقات كلها ناجحه من مرحله السرعه الى المرحله هذه.
كاع المرحلات الحمد لله كيدوزو ناجحين، ما كاينش ضايع ديال الحمام وما كاينش بزاف بزاف د الحوايج اللي كيكونوا لي ايرور اللي كيكونوا في جمعيات اخرين، لقينا في هذه الجمعيه هذه متوفر لنا كل شيء الحمد لله. الحمد لله الاخوان ديالنا عند جمعيه الناصر كان عندهم عارفين هما المسابقات كيفاش كيدوزوا وكيفاش كيتعاملوا مع الحمام، كيفاش كيتعاملوا مع المواليع، عندهم تجربه دخلوا واستطاعوا باش يديروا هذه الجمعيه ديال ناصر، وبالمجهودات ديالهم المجهودات ديالكم حتى انتم كتصنتوا لهم مزيان باش الجمعيه تمشي في التقدم ومستمر. تبارك الله عليكم، مبروك عليكم مره ثانيه، مبروك لجمعيه ناصر، مبروك الابطال ديالها، ومبروك لجميع الابطال ديال عصبه الدار البيضاء الثقافيه والرياضيه. وبهذا المناسبه كنشكر جميع الاخوان ديالنا جميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امان لقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.